أنا سيما، أنا سيما، تعالي هنا، ما تخافيش، تعالي، على الملك ترضات، قربي مني، ما تسيبينيش لوحدي، عشان أنا بخاف، بخاف. هوني على نفسك يا مولاتي، كل الكهنة والأطباء حاولوا معاه، لكن يظهر مفيش أمل في شفاء. الصبر، الصبر يا مولاتي. أصبر لحد إمتى؟ ده بقالي شهور على الحالة دي، خلاص مفيش أمل. الأمل عند إله المسيحيين. أنت بتقولي إيه؟ إديني الأمان يا مولاتي. اتكلمي. أنا متأكدة إن واحد بس هو اللي هيقدر يشفيه. قصدك مين؟ اسمه غريغوريوس، كان رئيس الجيش، والملك طرداد كان بيحبه قوي، لكن لما عرف انه مسيحي حاول يبعده عن ايمانه وعذبه كتير، عذبت فوق احتمال البشر. ولما فضل على ايمانه لما في السجن، وامر جنوده ان هم يمنعوا عنه الاكل والشرب لحد ما يموت. والكلام ده حصل امتى؟ من 15 سنه تقريبا. 15 سنه؟ وازاي قدر يعيش المده دي كلها وانت بتقول ان ما كانش في حد بيديله اكل ولا شرب؟ ما هي امي كانت تعرفه، وبتدبير من ربنا وصلت لفتحه صغيره في ظهر السجن، كانت بتوصل له منها الاكل والشرب كل كام يوم. وقبل ما تموت حكيت لي حكايته ووصتني عليه، ومن ساعتها انا اللي بوديله الاكل والميه. انت مسيحيه مولاتي؟ جلالتك وعدتيني بالامان. ما تخافيش، بس تفتكري الراجل ده هيقدر يشفي جوزي؟ انا ما عنديش شك في كده، اكيد اكيد بقوه ربنا هيقدر يشفيه. يا مولاي ودني، يا مولاي ودني. لما امرك بحاجه يبقى لازم تنفذ وفي الحال، فهم؟ هو ايه بس يا مولاي طلبته منه وانا ما نفذتوش؟ لما الملك درطاد يأمرك بانك تجيبها الحجره الملكيه يبقى تجيبها وبالقوه. يا مولاي انت طلبت مني حاجه وما جبتهاش، هي مين بس اللي عايز ان اجيبها؟ أربسيمة، أربسيمة يا مستشار الشؤم. أربسيمة؟ مين أربسيمة؟
جلالة الإمبراطور المعظم. إيه اللي وراك؟ كل خير يا مولاي. أنا تفقدت أحوال المملكة بنفسي، والاضطرابات اللي كانت موجودة خلاص ما عدلهاش وجود يا مولاي. ونشكر الآلهة إن الشعب كله وافق على الضريبة الجديدة بدون تذمر أو اعتراض. اسمع يا مستشار الكآبة، أنا النهاردة مش فايق للكلام في السياسة ولا في أحوال الشعب. طب واجتماع التجار يا مولاي؟ يتلغي، يتأجل، إلغي أي اجتماعات. أنا عايز أبقى لوحدي في هدوء. بس أنا ما يرضينيش أشوف جلالتك حزين وقف ساكت. لو في إيدك حاجة اعملها يا مستشار الكآبة. جرابي عمره ما يخلى يا مولاي، بس جلالتك تؤمر. أنا خايف أكون بتجاوز حدودي لو سألتك عن سبب حزنك. أنا حاسس بملل، حياتي ما فيهاش جديد. الإنسان محتاج للي يحرك أحاسيسه ومشاعره. زوجتك الكريمة ألكسندرا تقدر تقوم بالمهمة دي؟ الحياة الزوجية لما يسيطر عليها شبح العادة والتكرار تتحول الحياة لملل ما فيهاش جديد. كل زوجة من زوجات جلالتك لها طابع مختلف. ما يفرقوش عن بعض. شايف الجمال؟ شايف أصابع الفنان بتعمل إيه؟ رخام، هي فعلا حلوة جميلة، بس يا خسارة ما فيهاش روح. أو أنا حياتي كلها زي التمثال ده، ما فيهوش روح. تعرف أنا ينقصني إيه؟ أؤمر، أؤمر وأنا ألبي. أنا ناقصني السعادة، السعادة في الجمال. أنا عايز فتاة جميلة، مش مجرد زوجة للإمبراطور، لأ، أنا محتاج للحب، محتاج للجمال الحي اللي حرك الاحاسيس والمشاعر. اجمل فتيات المملكه تحت امرك يا مولاي. لا افهمني، انا مش عايز فتاه جميله وبس. الفتاه اللي بتمناها لازم يكون جمالها فوق الوصف. انا جاتلي فكره هايله. افكار جلالتك اوامر تنفذ في الحال. انا عايزك تدعو امهر الرسامين وخليهم يطوفوا كل انحاء المملكه ويرسموا أي فتاة جميلة صفوها، ولما أشوف اللوحات هقدر أختار أجمل ما فيهم. وقتها هكون متأكد إن اللوحة الجميلة اللي أنا اخترتها هتدب فيها الروح وتتحول إلى ملكة متوجة. أعنا يا الله مخلصنا لكي ننجو بمعركة من فخاخ العدو المنصوبة لنا. احفظ لنا يا رب تلك النعم الروحية التي وهبتنا أنت إياها، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. بسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد. آمين. ربنا يقبل صلواتكم.
قادر الرب يقبل صلواتنا ويرشدنا لطريق الخير. أمنا أغاثي كانت عايزاكي تقابليها في المكتب. شكرا لمحبتك، هروح لها حالا. أمنا أربسيمة، أنا ملاحظة إنك بتيجي على نفسك زيادة عن اللزوم. الإنسانة اللي بتسهر طول الليل تصلي وطول النهار بتشتغل زيك، لازم تاكل عشان تقدر تقف على رجليها. لكن أنا ما بحسش بأي رغبة في الأكل. أرجوك يا أمي اعفيني من وجبة العشاء، كفاية عليا وجبة واحدة بس في اليوم. الكتاب بيقول لا ترتقي فوق ما ينبغي، ما تقسيش على نفسك، الاعتدال مطلوب في الصلاة والصوم، وما تنسيش انك دايما عايش على البقول والمية. ارشادك ليا يا أمي بينور لي طريق الإيمان. الرب قادر يرشدنا كلنا لطريق الملكوت. ده صليب القديس يعقوب الرسول، ده عبارة عن جزء من صليب يسوع المسيح، أخدته من أسرتك قبل دخولك الدير على طول، حافظت عليه سنين وكان دايما مصدر بركة وحماية للدير. أظن جه الوقت اللي ردلك فيه الأمانة. ليه أنا؟ صليب الرب يسوع ليه أنا؟ لكن أنا مين عشان أحط خشبة الصليب المقدس حوالين رقبتي؟ أنت أمة العذراء مريم، يحفظك الرب من عدو الخير. أنا اخترتكم عشان عارف إن أنتوا أمهر رسامين في المملكة، وزي ما أنتوا عارفين محدش بيقدر الجمال زي الفنان، عشان كده عايزكوا تلفوا المملكة بطولها وعرضها، وأي حد فيكوا عينه تقع على بنت حلوة جميلة يرسمها في الحال، الإمبراطور بجلالته في انتظار لوحاتكم. الموضوع ده عايزه يخلص بسرعة، أوام، فعارفين الإمبراطور ما بيحبش الانتظار. تقدروا تتفضلوا. بعد إذن جنابك. انتشروا. الإمبراطور عنده أفكار هايلة هايلة هايلة، بس ما بتجيبش نتيجة. إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فها هما عيون العبيد إلى أيدي مواليهم، وكعيني الأمة إلى يدي سيدتها، وكعيني الأمة إلى يدي سيدتها، هكذا عيوننا هكذا عيوننا إليك يا الله إليك يا الله حتى يتراءف علينا، ارحمنا 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 يا الله، ثم ارحمنا فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا. كده يبقى المبلغ مظبوط، 12 سلة و24 وقت و36 ازازة عطر. بس بنتنا أربسيمة تشد حيلها شوية لحسن الكام عقد اللي عملتهم اتخطفوا في السوق. أربسيمة بتعمل اللي عليها وربنا دايما بيبارك في عمايل ايديها، المهم انتي تشدي حيلك معانا
وفلوس الحاجات اللي بتتباع توصلنا اول باول. انت عارفه احتياجات الدير. وهو انا اقدر اتاخر؟ ايش بطاله حلوه بس حلاوتها ما تشدش. حرام عليك. معقوله انت عايز تودينا في داهيه؟ معقوله الامبراطور يتجوز واحده مناخيرها بالطريقه دي؟ يخلق من الشبه 40. حلوة جميلة فيها حاجة مش غريبة عليا. هي فيها حاول بس مش ملحوظ. لا ملحوظ اللي انتوا مش قادرين تفهموه ان الامبراطور مش هيقتنع باي واحدة جميلة والسلام، لأنه ضيع عمره يتعبد في محراب الجمال. بمعنى اللي هيتحرك لها قلبه لازم تكون على درجة كبيرة جدا جدا من الجمال المبهر، تخطف له عينيه بمجرد ما يشوفها. مش جايب لي واحدة عينيها مخطوفة؟ لو سمحت لي يا معالي المستشار. ها عايز تقول ايه؟ أنا شايف إننا مش محتاجين نلف المملكة وندور على أجمل الجميلات لأن مكانهم معروف. مش فاهم قصدك. دير الرهبات معروف لكل أهل المدينة أن المكان ده بيعيش فيه أجمل الفتيات العذارة، وأنا متأكد أننا هنلاقي طلب الإمبراطور المعظم جوه الدير. تفتكر؟ حياة الزهد والتعبد بتزيدهم جمال على جمالهم للدرجة دي؟ الدير في المدينة ومعاليك ممكن تتأكد من كلامي بنفسك. فكرة مش بطالة، أنا هاجي معاكم بنفسي. عارف لو كلامك طلع مظبوط ولقينا اللي بندور عليه ليك مكافأة كبيرة قوي. أنا يكفيني رضا معاليك علي. المسؤول هنا تقدر تتكلم معايا. المسألة مش محتاجة كلام، احنا مش هناخد من وقتكم كتير، ساعة ولا اتنين والرجالة يخلصوا مهمتهم ونمشي. مهمة ايه اللي جايين تقوموا بيها هنا؟ احنا ملناش اي علاقة بالحياة خارج الدير. مفهوم مفهوم. الحكاية ببساطة ان الرسامين هيرسموا بعض اللوحات لبعض الفتيات، يعني مش مطلوب منهم غير انهم يقفوا في هدوء لحد الفنانين اللي معايا ما يعملوا مهمتهم ونروح طوال. يرسموهم يعني ايه؟ اللي بتقوله ده غريب. احنا عايشين انا بنفذ اوامر الامبراطور. وانت عارفه يا امي بقى الامبراطور ده كلاديانوس، اذا كان سمح لكم بالاقامه هنا فممكن بقى جلالته يتنازل عن السماحه دي ويتعامل معاكم بطريقه تانية. انتشروا. ايش رايك يا مولاي؟ ممكن المملكه يكون فيها جمال بالروعه دي؟ انت متاكد ان الرسام
رسم بنت من المملكة ولا رسم فينوس آلهة الجمال؟ واسمها أرابسيما. وعلى فكرة يا مولاي أصلها ينحدر من سلالة الإمبراطور أغسطس قيصر، ورئيسة الدير هي اللي أشرفت على تربيتها. أنت عايز تفهمني إن في جمال بالروعة دي ممكن في لحظة يتجسد لإنسانة من لحم ودم؟ أفهم كده يا مولاي إنك لقيت اللي بتدور عليه؟ لقيته. أول مرة أكتشف إن الحقيقة أجمل من الخيال. أنا حددت ميعاد العرس بعد أسبوع. ادعي كل الأمراء والملوك للحفل. قرار صائب يا مولاي. أجمل فتاة في المملكة لازم تكون زوجة لأجمل فتاة في لأعظم إمبراطور. لكن ده مستحيل. مستحيل أنا وهبت نفسي للرب، وهبت نفسي للبتولية. ساعديني يا أمي، أنا لازم أقدم نفسي للمسيح طاهرة ونقية. مستحيل أخلي حد يدنس بتوليتي. اطمني اطمني وخلي تكالك على الرب، وما تنسيش إن الرب بيقول يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. الإمبراطور حدد ميعاد العرس، هيجوا ياخدوني بالقوة. لازم نلقى حل، الوقت بيجري بسرعة. أنا بعت لأبونا عشان يجي شاركنا في القرار اللي هناخده. الوزير ادانا مهلة عبال ما تجهزي نفسك فيديو ياخدوكي. في خلال المهلة دي يكون ربنا فتح لنا طريق للنجاة. المهم دلوقتي نصلي عشان ربنا يمرر علينا التجربة في خير وسلام. الموضوع ما عادش متعلق بأمنا أرباسيما لوحدها، لا، القضية أصبحت قضية دير الراهبات بكل اللي فيه. إذا كان علي أنا مستعدة للتجربة مهما كان رد فعل الإمبراطور، أكيد الرب يسوع هيقويني عشان أتحمل. رفضك الجواز من الإمبراطور يا بنتي هيخليه يخرج عن شعوره، وانتقامه مش هيكون منصب عليك لوحدك. أكيد هيفكر ينتقم من كل راهبة في المدينة، هيشوف في صورة كل فتاة مسيحية أرابسيما اللي رفضته. هو ده اللي معذبني، إني أكون السبب في عذاب إخواتي، هما ملهمش أي ذنب. وإنتي كان إيه الذنب اللي عملتيه؟ اللي حصل معاكي كان ممكن يحصل مع أي واحدة في الدير. ما تحمليش نفسك أكتر من طاقتها. المهم دلوقتي نفكر هنعمل إيه؟ متى طردوكم من هذه المدينة فهربوا إلى أخرى؟ إذا كنت بتفكري في الرحيل يبقى لازم يكون في أسرع وقت. بس المهم هنروح فين؟ نهرب في أي سفينة على مصر، ومن هناك نروح على فلسطين مهدي يسوع المسيح. أنا معاكي في الرأي ده، وبعد ما نوصل فلسطين وناخد بركة الأماكن المقدسة أكيد الرب هيدلنا على طريق الخير. يعز علينا فراقك يا بونا. ومين قال إن أنا هفرقكم؟ أنا جاي معاكم، وإذا كان الرب تعطف عليكم وسمح لكم انكم تشيلوا صليبه اديوني الفرصة ان انا اشيله معاكم. رحلتنا صعبة وطويلة، يقوينا الرب عليها. انا هروح اشوف وسيلة للسفر بعيد عن عيون الامبراطور واعوانه، واذا اراد الرب وفقني هرجع لكم قبل الفجر. ادينا يا رب القوة وعنا على جهادنا للنهاية. ما تسمحش يا رب العدو الخير انه يقرب من قطيع رعيتك. ادي حياتنا امامك بنسلمها بكل امانه، مهما حصل يا رب
عشانك هنتحمل كل ما هي. مهما على الغرب أو نتغرب أو علشان اسمك نتغرب مش راح نبعد عنك أبدا ما انت معانا في كل مكان. مهما على الغرب أو المكان مفهوش حد. يعني ايه مش فاهم؟ احنا دورنا في كل مكان ملقناش حد. هربت؟ هربت يعني ايه؟ هربت ازاي؟ هربت ليه؟ اكيد اتجننت يا مولاي. يعني بترفض الجواز من الامبراطور؟ بترفض الجواز مني؟ قلبوا عليها روما بيت بيت وشارع شارع، وانا هعرف ازاي ادفعها التمن غالي. وللاسف يا مولاي احنا دورنا عليها في كل شبر في المدينه، بس من الواضح انها سابت المدينه كلها وهربت. هربت من المدينه؟ وانت كنت فين وجنودك كانوا فين؟ اسمع، تجيب لي كل الراهبات اللي في الدير وتجيب لي الرئيسه بتاعتهم، وانا مش هيهدالي بال لما اشوفهم متعلقين قدامي. اهو للاسف يا مولاي. اسف تاني؟ هم اسفين، الاسف الاولاني هروبها هي، والتاني هروبهم هم. بعد التحري والتقصي عرفت من مصادر موثوق منها انهم في الفجر خدوا سفينه وسابوا المدينه كلها وهربوا كلهم كلهم. وطبعا تعبت كتير لغاية ما وصلت للمعلومات العظيمة دي. الشيء اللي أنا مش قادر أفهمه إزاي أنا صابر عليك لحد دلوقتي. أوعدك يا مولاي إني ألاقي أجمل منها وأفضل منها وأحلى منها، هلف كل المدينة شارع شارع. مش عايز أسمع صوتك. كل بنات المملكة كوم، والبنت دي كوم تاني. الحكاية ما بقتش واحدة جميلة عايزة اتجوزها، صحت فيها رغبة الانتقام ولازم احققها. البنت دي لازم تبقى بتاعتي، تبقى ملكي. اسمع كلامي وافهمه كويس، انا عايزك تعرف لي خط سره خطوة بخطوة. ابعت رجالتك وراهم يدوروا عليهم في كل مدينة وكل ميناء، وأول ما يلاقوهم تديني خبر في الحال.
ابعد عن وشي. صدقني يا أبانا، إحنا حسينا بالأمان من لحظة ما دخلنا أورشليم. مهد الرب يسوع مكان مبارك تستجاب فيه الدعوات، وإحنا بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لكم ومستعدين نخوض معاكم التجربة. للأسف مش هنقدر نقعد هنا كتير، لأن عيون الملك ورانا وأكيد هيعرفوا مكاننا. عشان كده لازم نسيب أورشليم في أقرب وقت. أنا هوزكوا الحقيقة إنكوا كلكم ترفعوا قلوبكم لربنا، وما تنسوش قول الكتاب الصديقون صرخوا والرب استجاب ليهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. احنا لما وصلنا اسكندرية كان عندي احساس ان جنود الامبراطور هيقبضوا علينا واحنا هناك، واتينا خرجنا منها بسلام ووصلنا اورشليم. صدقيني انا كنت خايفة زيك بالظبط، لكن لما جينا هنا وزرنا الاماكن اللي عاش فيها الرب يسوع قد ايه حسيت بالطمأنينة والامان. بس الام اغاثي بتقول ان احنا لازم نسيب اورشليم. احنا بقالنا هنا 3 اسابيع، مش بعيد يكون الامبراطور عارف مكاننا. يبقى نسلم امرنا لربنا واكيد هو هيدلنا على الطريق. خير. شفتيها يا امي وكلمتك وكانت لابسه ايه وكلمتك عننا؟ طب قالت لك ايه؟ شفتها وكلمتني وكان صوتها في وداني زي ترنيمه ملائكيه اول مره بسمعها، ونظرتها بتدي احساس بالطمانينه والراحه، وقالت لي ان الرب راعي وابدا ما يسيبش قطيعه للذئاب، وطلبت مني روح قديسه. قديسه؟ قديسه اللي فيها المنديل اللي مسح بيه فيرونيكا وجه السيد المسيح؟ بالظبط، هناخد بركة المنديل ومن هناك هنسافر لجبال أرارات في أرمينيا، المكان اللي كرس فيه القديس تيتس الرسول. أنا كنت متأكد إن الرب هيبعت لنا رسالة يطمننا، لكن ما تخيلتش أبدا إن الرسالة دي هتكون على إيد أم النور العذراء مريم. إحنا بإذن المسيح مع أول نور لفجر يوم جديد هنكمل رحلتنا. أنا اعتقدت في وقت من الأوقات إن الحرية اللي بتمتع بيها الوالي في إدارة شؤون ولايته ده ممكن يعود على المملكة كلها بالخير، لكن يظهر إن أنا كنت غلطان. مملكة لازم يكون لها نظام عام وأكون أنا متحكم في النظام ده. اسمح لي مولاي أقول رأيي. جالاريوس، انت عارف اللي انا بحترم رأيك، انت مش بس جوز بنتي اللي انا بعتز بمصاهرته، انت عارف انك دراع اليمين اللي بعتمد عليه في ادارة شؤون المملكة. وده يشجعني يا مولاي اقول ان محاولة تغيير نظام الحكم الداخلي للمملكة امر في غاية الخطورة، لكن في خطر اكبر من كده بكتير قوي يا مولاي. خطر ايه؟
المسيحيين أتباع المسيح اللي بدأوا ينتشروا في كل شبر في المملكة، مش كده وبس يا مولاي، لا ده عددهم بيزيد يوم بعد يوم بمعدل خطير جدا. فدي عندك حق، انا عارف ان انا كنت متسامح معهم اكتر من اللازم لما قبلت بوجودهم في المملكة، وكانت النتيجة انهم بيمثلوا دولة داخل الدولة. اعتقد يا مولاي اننا لو سيبناهم اكتر من كده هيسببوا لنا متاعب ومشاكل احنا في غنى عنها. انا عارف ان القضاء عليهم اصبح ضرورة، لكن انا عارف يا مولاي الملكة الكسندرا زوجتك متعاطفة معاهم، لكن مصلحة الملك فوق كل اعتبار. لا لا، تعاطف الملكة معاهم مش هيمنعني من القضاء عليهم. انا بفكر فيه هو درجة الإيمان اللي بيتمتعوا بيها. أنا شفت منهم مستعدة تتنازل عن ملك الدنيا في سبيل إيمانها. والمريض بالإيمان علاجه الوحيد الموت. يا بنتي ما عادش فاضل كتير، واي مدينة تقابلنا هندخل ونستريح فيها. يا بونا يا بونا، المكان ده كله جبال ومش باين في اي بلد قريبة. شدي حيلك امال، انت عارفة ان اي صعب تقابلنا هتكون ارحم من الوقوع في ايد الامبراطور ورجالته. ايوة امنا اغاسي، بس ما تنسيش نحن بقالنا اكتر من اسبوع ماشيين وسط الجبال، وانا خلاص هموت من العطش، مش قادرة استحمل. يا بنتي الرب قادر يفتح لنا طريق النجاة، يلا وربنا معانا. انا حاسة ان اللي احنا فيه ده اختبار حقيقي لقوة ايماننا، وعندي امل اننا ننجح في الاختبار ده. كملوا انتوا، سيبوني هنا، مستحيل احنا قبلنا نمشي الطريق سوا وهنكمله مع بعض. شايف المكان اللي هناك ده؟ انا بقول نقضي الليله دي فيه. النهار لسه طويل، ولو مشينا شويه ممكن نوصل لاي بلد. انا شايف ان بناتك تعبانين ومش قادرين، ومن الافضل اننا نستريح هنا شويه. اللي تشوفه يا بونا. انا عارفه انكم تعبانين وان الرحله صعبه، لكن صدقوني الرب اللي ساعدنا لغاية دلوقتي مستحيل هيتخلى عنا. هو الأكل اللي معانا يكفينا كم يوم؟ مش أكتر من 3 أيام. الأكل مقدور عليه، بناتك متعودين على الصيام، لكن العطش صعب ومش هيقدروا يتحملوا أكتر من كده. أمنا أغاسي، يا أمنا أغاسي، في ناس عايشة هنا. عايشين هنا يبقى اكيد عندهم مي. انا اقدر انزل لهم واطلب منهم شويه مي. استني يا بنتي، الناس دول شكلهم مرضى ومرضهم خطير،
عشان كده طردوهم برا المدينة عشان ما يعدوش حد. تقصد يا ابونا مرض الجزام؟ مرض الجزام أو مرض البرص، الأمراض دي أصبحت منتشرة بين المدن وعلاجها أصبح ضرب من الخيال. يعني ما أقدرش أنزل لهم؟ لا يا بنتي خليكي بعيد، الناس دول مرضى ومرضهم خطير، ممكن يعدوا أي حد. ربنا يبعدنا عنهم، ربنا قادر يفتح لنا طريق تاني. حاولي تتكلمي معاهم وتقويهم، وانا هروح ابص على المكان، لان الناس دول مدام هنا اكيد في مدينة قريبة مننا. بينا نصلي مع أمنا أرابسيم. انظر واستجب لي يا ربي وإلهي، أن رعي لألا أنام نوم الموت، لألا يقول عدوي إني قد قويت عليه. الذين يحزنونني يتهللون إن أنا زللت. يبتهج قلبي بخلاصك، وسبح الرب المحسن إلي، وأرتل لإسم الرب العالي. هللويا. بين السطور اتفجرت يا نبي عبد انبض بالحياة قلوب كتير. ماؤك يا ربي للعطشان، ودماؤك يا يسوع رمز الفداء. لم يعطشوا في القفار التي صيرهم فيها، أجرى لهم من الصخر ماء وشق الصخر ففاضت المياه. كل فتيات المملكة تتمنى تراب رجليك يا مولاي. انت مش فاهم حاجة، اذا كنت فاكر ان انا واقع في هواها وان حبات طول الليل افكر فيها، تبقى ما عرفتش لحد دلوقتي من هو امبراطور البلاد. فهمني فهمني عشان تريحني يا مولاي. دي مجرد واحدة من الرعية خرجت عن طوعي، انسانة وقفت قدام تحقيق رغبة من رغبات الامبراطور. يعني يا مولاي لو قبضنا عليها وجبناها هنا تتجوزها؟ لما ينقبض عليها
هخليها عبرة لكل واحدة تفكر إنها تتحدى رغبة ملكية. أنا كل اللي يهمني دلوقتي إنها تاخد جزائها هي وكل اللي ساعدوها على الهرب. اطمن يا مولاي اطمن، رجالتي وراهم وكلها يوم ولا اتنين وأعرف مكانهم فين. دي فرصتك الأخيرة، وأظن أنت عارف لو فشلت إيه اللي هيحصل لك. عارف عارف يا مولاي، عارف عارف إيه اللي هيحصل لي، بس مش عارف مكانهم فين. عاملة إيه النهاردة أمنا كياني؟ نشكو ربنا أحسن كتير الحمد لله. اتفضلي، دي حصتك النهاردة من الأكل. معلش عافيني أصلنا صايمة. لا ما ينفعش، أنت تعبانة من امبارح ولازم تاكلي كويس عشان ربنا يقدرك وتقومي. أمال أبونا فين؟ من أول ما طلع النهار راح يدور على مدينة قريبة. أقوم أنا. أبونا هو هناك أهو وصل. سلام يا أبونا. سلام والنعمة يا أمنا سيئودورا. قدسك اتأخرت علينا يا أبونا، بس نشكر ربنا التأخير جه بفايدة، دي البلد طلعت قريبة من هنا. بس المهم دلوقتي إننا نجهز بسرعة ونتحرك عشان ندخل البلد قبل الليل ما يدخل. أمال فين أمنا أغاسي وأمنا أرابسيمة؟ هما لسه نايمين ولا إيه؟ لا هما صحيوا من بدري. بس بس إيه؟ في إيه؟ أصلهم راحوا عند المرضى. المرضى؟ بس ده خطر عليهم، دول ناس مرضهم معدي، ايه اللي وداهم هناك؟ هما راحوا عشان يشوفوا اذا كانوا محتاجين حاجه ولا لا. استر يا رب. المرض صابني وصاب مراتي، مرض ملعون ما رحمش حتى عيالي. هي ماتت واحنا طردونا بره المدينه لاجل ما نقابل المصير اللي ما فيش منه هروب. رمونا في الجبل مستنى الموت، بس يظهر ان الموت هو كمان خايف يقرب منه. احنا متنا من زمان، من يوم الطاعون ما جانا وخد في سكته كل حاجه حلوه في حياته. الموت عمره ما كان موت الجسد، الموت الحقيقي موت الروح. والانسان اللي قلبه عمران بالايمان ما يموتش ابدا. رب يسوع بيقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. قوموا بينا نصلي وارموا حمولكم على ربنا. نصلي؟ تعالوا نطلب من ربنا انه يدخل حياتنا ويكون لنا مخلص ورب. قوموا تعالوا نصلي بإيمان وخشوع عشان ربنا يستجيب لنا ويدخل في حياتنا. أبانا الذي في السماوات، أبانا الذي في السماوات، أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد. كل شيء.
فليتمجد اسمك يا رب، لأنك قدوس ومبارك الآن وكل أوان وإلى ظهر. نشكر ربنا اننا قدرنا نلاقي مكان نعيش فيه وبالتمن البسيط ده. صاحبة المزرعة مسيحية ومن الطبيعي انها تتعاطف معانا في محلتنا. بس هنعيش ازاي؟ احنا اخر فلوس كانت معانا دفعناها في الايجار. طالما ان المدينة فيها مسيحيين يبقى نطلب مساعدتهم واكيد مش هيتأخروا. يا ريت، بس انت عارفة ان احنا لازم نفضل متدارين عن العيون. وعلى العموم الرب يقيت الطيور في أوكارها، يعني مش ممكن هينسانا. احنا قطعنا رحلة طويلة وعدينا مصاعب كتيرة، وده حصل لأن إيد الرب دايما كانت معانا وبتعمل في حياتنا. احنا نقدر نعيش هنا زي ما كنا عايشين في الدير ونعمل أشغال ونبيعها في السوق. شدوا حيلكم انتوا وسيبوا علي أنا موضوع البيع. وهنفضل هنا لإمتى؟ لغاية ما يأذن الرب بالرحيل. وكويس ان البيت على اطراف المدينة وفي مكان بالدار عن العيون. قادر الرب يخرجنا من المحنة دي على خير. ارمينيا، وصلوا ارمينيا، انت متأكد من المعلومات دي؟ يا مولاي انا متتبع خطواتهم من لحظة خروجهم من فلسطين لغاية وصولهم لارمينيا، ورسالة من جلالتك للملك ترطاد هيؤمر بالقبض عليهم، وخلال ايام بسيطة هيبقوا قدام جلالتك في انتظار الحكم العادل. لو سمحت لي يا مولاي، انا شايف ان القبض عليهم ورجوعهم المملكة هيخلي الناس تسأل عن سبب هروبهم، والكلام هيكتر ويزيد عن البنت اللي هربت ورفضت الجواز من مولاي الملك الامبراطور. هيقولوا ايه؟ مجنونة؟ لا، هيقولوا انها تحدت رغبة ملكية وفضلت الموت عن الجواز من مولاي الامبراطور. يتقطع لسان اللي يقول كده ويكون عبرة لأي حد من الشعب. جالاريوس على حق، أنا مش ناقص اضطرابات في المملكة أكتر من اللي احنا فيه. أنا اللي يهمني دلوقتي القضاء على الاضطرابات مش نزودها، خاصة وأن قرار جلالتك بتعديل سياسة الإمبراطورية إلى نظام الحكم المركزي هيحتاج لبعض الوقت عشان الملوك والولاة يتقبلوه. واضح لموضوع أرب سيما الجميلة كيف وقت غير مناسب بالمرة. أفهم من كده يا مولاي إننا ننسى موضوع الراهبات واللي عملوه؟ لا لا طبعا، لكن ممكن ملك أرمينيا ينفذ فيهم حكم الإعدام. ورغبتك فيها يا مولاي؟ أرب سيما الجميلة، شؤون الحكم، شؤون الحكم في البلاد احيانا بتفرض على جلالة الملك التنازل عن بعض رغباته في سبيل الحفاظ على عرش الامبراطورية. اكتب رسالة للملك ترطاد. امر مولاي. الى الملك ترطاد ملك أرمينيا، هنقول فيها ايه يا مولاي؟ من القيصر دقلديانوس الى الملك ترطاد ملك أرمينيا، تحيات القيصر لك. Thank you.
وقد أردت أن أتخذ هذه العذراء زوجة، لكنها رفضت وهربت هي ومن معها إلى فلسطين ثم إلى بلادكم، فأرجو أن تبحثوا عنها هي ومن معها، وعندما تجدهن احكم عليهن جميعا بالموت، ولتصحبك معونة الآلهة العظام إمضاء حضرة القيصر وقليانس. العذراء الجميلة رفضت الجواز من الإمبراطور، عارف ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ إنه محليش في عينيها. ومش كده وبس يا مولاي، ده بيقولوا إن جمالها فوق الوصف، وإذا كان فيها مولاي جمال بالشكل ده لازم جلالتك تعينه بنفسك. يعجبني فيك دهاءك يا رئيس الحرس. من بعد ما عندكم يا مولاي. أنا بقول نأجل شوية حكاية الإعدام دي. بيني وبينك الكلام عن البنت دي شوقني أشوفها، أنا عايزك تجيبها لي هنا في القصر. ها؟ في القصر يا مولاي؟ هنا؟ بس جلالتك عارف إن جلالة الملكة أشخينا. الملكة أشخينا كان نفسها تزور أهلها من زمان، وأظن الوقت مناسب جدا علشان نحقق لها رغبتها دي، وبعد ما تسافر ممكن تجيب لنا العذراء الجميلة علشان نعاين جمالها. ولو رفضت يا مولاي؟ تجيبها بالأول. ها؟ وبعدين تسيب الموضوع علي أنا، أنا أعرف إزاي أتعامل مع النوع ده. تأثير مولاي على النساء لا يقاوم أبدا يا مولاي. وهي البنت من دول تتمنى إيه في الراجل أكتر من الوسام والذكاء يا مولاي والوقار؟ وأهم ما في الراجل يا مولاي الدهاء والأناقة واللباقة. اسمع رئيس الحرس. أمري مولاي. أنا عايزك تقلب عليهم المدينة كلها، وأول ما تعرف مكانهم تديني خبر بسرعة، أنا عايز الموضوع ده يتم في أسرع وقت ممكن، فاهم؟ ولأنه بيحبنا اتألم من أجلنا، تعذب كتير قوي علشان، وطول ما احنا بنعمل الخير يا ولاد هيفضل الرب يسوع دايما معانا، في اي وقت نحتاج له هنلاقيه دايما جنبنا، علشان كده لازم ايه نصلي له ونشكره، ولما نغلط نطلب منه يسامحنا ويهدينا. انا بحب ربنا يسوع قوي. هو كمان بيحبك قوي، بس لازم تسمع كلامه. وهو فين عشان نروح له ونسمع كلام؟ كلامه مكتوب هنا في الانجيل، انا هقرا وانتوا تسمعوا. مش كفايه كده عليهم؟ الليل قرب يدخل ولازم يروحوا. انا ذكرها عليا مش عايزاهم يبعدوا عني ابدا ويفضلوا دايما معايا، واحنا كمان عاوزين نفضل معايا. لازم تروحوا دلوقتي عشان اهاليكم ما يلاقوش عليكم، ونيجي بكره نسمع حكايه ربنا يسوع، وتيجوا بكره تسمعوا حكايه ربنا يسوع. احنا نروح ننام، واول ما نصحى هنجي هنا على طول. وانا كمان هستنيك. استفناكس، انا طول عمري بعتبرك عيوني اللي بشوف بيها كل حاجه في المدينه، ودانك اللي بتسمع بيها كل كلمه بتتقال بين الناس. بص يا استفناكس، في مجموعه من الاغراب دخلوا المدينه من كام يوم، بنات من اللي بيقولوا على نفسهم دول اتباع المصلوب. فتح لي عينيك كويس ودانك، عايز اعرف عايشين فين وازاي ومين اللي بيساعدهم، عايز اعرف كل حاجه عنهم يا استفناكس. بس اهم حاجه عندي السرعه في الاداء.
والسرية التامة. قبل غروب شمس يوم جديد هتكون المعلومات اللي جنابك عايزها بين ايديك. دول 5 عقود وعلى اخر النهار هكون خلصت عقدين 3. ربنا يبارك في عمل ايديك. امنا مرسى. ايوه امنا اميس. انتي لسه عندك قمح؟ لسه اخر شويه راح اخبزهم دلوقتي. ادي هنا جه جبت لنا القمح الغلط. جبت لكم قمح وخضار وكل اللي محتاجينه. نشكر ربنا. التاجر اشترى كل العقود واواني الازاز اللي بناتك عملوها. اشتريت اللي اشتريته وادي الباقي. نشكر ربنا. مش كده وبس، ده كمان عرفني على تاجر تاني لما شاف العقود طلب ياخد اي كميه نقدر نعملها. الفلوس دي جت في وقتها، ربنا عالم قد ايه احنا محتاجين لها. انا عيوني منتشره في ارجاء المدينه ومفيش حد غريب يقدر يدخلها من غير ما اعرف هو حكايته ايه وجاي ليه. يعني عرفت مكانهم؟ بيعملوا اشغال من الازاز وعقود لستات، ومعاهم راجل كبير بياخد الشغل ويبيعه في السوق. استكاناكس، انا عايز الكلام المفيد. اللي بيشتري الشغل من الراجل ده عرفني عليه باعتباري تاجر كبير مستعد يشتري منه اي كميه. يعني الراجل صدق واطمن لك؟ ها اطمن لي على الاخر. ولما مشي فضلت ماشي وراه لحد ما عرفت هما عايشين فين. ده انا تلميذك وما يتخافش علي. هايل يا ستيفاناكس. انا هبعت معاك بعض الجنود يحاطوا المكان اللي هما فيه، بس زي ما اتفقنا في هدوء وسرية تامة. ها؟ يعني مش هنقبض عليهم؟ استنى مني الاوامر، ولحظة القبض عليهم هكون معاك. ومستني ايه؟ الملكة عشخين خلاص سافرت، وانا في اشتياق لمقابلة الجميلة عرب سيما. اديني الامر يا مولاي وعليا الطاعة. انا رايح احضر المباراة النهائية في المصارعة، ما انت عارف ان هيراقليطس داخل المسابقة، وعايز اول ما ارجع الاقي الجميلة عرب سيما هنا في القصر في انتظاري. امر مولاي. رئيس الحرس الملكي لمدينة امينيا. انا جاي ارحب بيكم في بلادنا وانقل لكم تحية ملك البلاد. واحنا بنشكر الملك على عظيم محبته. احنا عرفنا بالمشكله اللي حصلت من بنتكم اربسيما وجلاله الامبراطور دقلديامس، والملك درداد هيتفضل شخصيا ويحل المشكله بنفسه. بس جلالته ليه طلب صغير قوي، عايز يقابلها في القصر. اظن ما عندكوش اي مانع. اربسيما وهبت حياتها للصلاه والتعبد، ويا ريت الملك يسيبنا نعيش في سلام. لا، ده اللي قالوه عنك اقل بكتير من الحقيقه. بس جلاله الملك هيزعل قوي لو عرف انك رفضت تقابليه. اصل دي مساله كرامه، وكرامه مين بقى؟ الملك شخصيا. يا ريت الملك يقبل اعتذاري. ها كده؟ طيب، مع الرسول إلا البلاغ. أنا آسف، الكلام خدني وكنت هنسى أوامر جلالة الملك. أصل الملك قال لي إن أحاول أجيبك برغبتك، وقال لي كمان لو رفضتي إن أنا أجيبك بالقوة. قبض عليها. تقبض عليها ليه؟ محدش يقبض عليها. سيبناها نفذ الأوامر. شلوانو، الملك موجود جوه ولا في حديقة القصر؟ جوه، لكن جلالته طالب ان محدش يذيبه. يظهر ان جلالته حزين جدا بعد اللي حصل في المباراة. قصدك يعني ان هيراقليطس انهزم في المباراة؟ للأسف هو ده اللي حصل. ويا ريت معاليك لو عندك اخبار تدخل السرور داخل قلب جلالته. سروره بس؟ ده انا عندي اخبار تخلي قلب جلالته يرقص من الفرح.
أنا مش عارف إزاي سميتك هيراقليتس. أول ما شفتك قلت إن عينيك حادة وفيها ذكاء ما شفتهمش قبل كده، لكن للأسف خيبت ظني فيك وانهزمت من ديك يملكوا أحقر واحد في الرعية. لو موتك ده كان يشفي غليلي كنت دبحتك بعد المباراة على طول، لكن للأسف ده ما يكفينيش، أنا هنت فريشك ريشة ريشة علشان تكون عبرة لكل الديوك اللي زيك. يا ديك مولاي. ها عملت ايه؟ عملت اللي كان لازم اعمله يا مولاي. وهي فين دلوقتي؟ موجودة في الحجرة الملكية زي ما جلالتك امرت. هي صحيح جميلة؟ هي جميلة بعقل يا مولاي، دي جمالها يخطف العيون والقلوب بمجرد رؤيتها، بس من الظاهر يا مولاي انها من النوع اللي ما بيستسلمش بسهولة. لا اطمن، انا اعرف ازاي اخليها تستسلم وتخضع لرغباتي. الجميلة في انتظار جلالتك. انت عملت اللي عليك. بعد اذن مولاي. مولاي الأميرة خسر واخت اسمها والطلبة الإذن بالدخول. خليها تدخل. مولاي خسرو أختي الحبيبة، طلباتك أوامر ملكية. أنا لي عتاب عند مولاي، وأظن من حقي كأخت مخلصة إني أقدم النصيحة. وأظن من حق الملك إنه يقبل النصيحة أو يرفضها. اتفضلي اتكلمي. الراهبة اللي جلالتك أمرت يحجزوها في حجرتك، أنت شفتيها؟ هي صحيح جميلة زي ما بيقولوا؟ يا مولاي الملكة أشخين مش ممكن هترضى باللي بتعمله. الملكة أشخين خلاص سافرت علشان تزور أهلها. جلالتك اللي أمرت بسفرها عشان تدخل الراهبة حجرة نومها الملكية. أنا ما قصرتش في أي حق من حقوق الملكة. أنا خايفة عليك من غضب الآلهة. وأنا سعيد بخوفك عليا ده، وياريت تقدمي بعض القرابين لإله الحب كيوبيد علشان يقف معايا عن إذنك. ممكن يا أبونا تكتب لنا رسالة؟ رسالة؟ وهتكتبوها لمين؟ ربنا يسوع المسيح. وهتقولوا له فيها ايه؟ نقول له ليك ويجيب عجوز كتير عشان الاخت أربسيمة من ايد الملك. اطمنوا الرسالة وصلت واكيد ربنا هيسمعها منكم. اختنا أربسيمة وحشتنا قوي، عايزين نشوف الاخت أربسيمة. قالت لنا لو طلبنا اي حاجة من ربنا يسوع مش هتأخر عنا. ربنا دايما معانا وبيسمع نداها. يا رب يسوع المسيح لا تترك هؤلاء الوثنيين ينجسون اسمك القدوس. حققني يا رب رغبتي في ان اسلمك نفسي طهرا ونقيا. يا رب انت قادر ان تعبر بي هذه التجربه، انت قادر يا رب ان تحفظ بطولياتي حتى اموت على اسمك القدوس. ياه، رئيس الحرس كان عنده حق، انتي اجمل من ان الكلمات توصفك. تعالي قربي مني ما تخافيش، انسي ان الملك درطاد واعتبريني واحد عاشق للجمال اراد ان يتعبد في محرابك. ارجوك سيبني اخرج من هنا وارجع لحياتي اللي اخترتها. سيبيني انا اختار لك الحياة اللي تتناسب مع جمالك. انت لازم تكوني ملكة، ملكة في مملكة الحسن والجمال. انت مش فاهم، انا مملكتي مش هنا، انا مملكتي فوق عند رب المجد يسوع. انا عارف انك من اتباع ناصري، لكن ما تخافيش الوقت لسه قدامك وقدامك فرصة للرجوع. الفرصة قدامك انت، انت
طريق الإيمان مفتوح لكل إنسان. أنت شوية شوية هتطلبي مني إني أكون من أتباع المصلوب. ده شرف يتمناه أي إنسان عاقل. الإنسان العاقل ممكن يتجنن لما يشوف الجمال ده بين إيديه من غير ما يقدر يوصل له. لكن على العموم أنا مش مستعجل، وأكيد لما تعرفي النعيم اللي مستنيكي أنا متأكد إنك هتغيري رأيك. احفظها يا رب من عدو الخير، نجيها من فخاخ الشيطان، قويها على الصبر والاحتمال. ده عقد من اللولي الحر، مش هيلاقي أجمل ولا أحلى من رقبتك علشان يتلف حواليها. ودي إسورة ملهاش شبيه في كل ممالك الأرض. بص لي ده من الحبيب الطبيب، وده كله ليك، وانا وكل اللي في القصر مستعدين لخدمتك. انا بحط كل متعة الدنيا بين ايديك. متعة دي ملهاش اي قيمة قدام متعة الروح لما تقرب من رب المجد يسوع. انا بقدم لك السعادة مجرد سراب، والمال والثروة وهم ضايع، والسلطة والجاه مجد زايد. أنا مش قادر أفهم مين اللي حط الأفكار دي في دماغك، بس اللي لازم تفهميه كويس إن وجودي على كرسي الملك علمني إزاي أمد حبال الصبر لغاية ما أوصل للي أنا عاوزه. أنا عايزك تحطلي عليها حراسة مشددة وقبض على كل اللي كانوا معاها. انا عايز اعرف مين اللي سمم عليها بالافكار الغريبه دي. اكيد اللي اسمها غاسي يا مولاي هي المسؤوله عنهم، لانها كانت بتعلمهم. انا بقول ننفذ حكم الامبراطور ونعدمهم. بس انا لسه ما قستش، بكره اقبض عليهم كلهم واحبسهم، وهات لي المسؤول عنهم هنا. امر مولاي. Oh.
انتي يا ربسيمة؟ ايوه. انا الاميرة خسر واخت الملك ديرتولت. اهلا سمو الاميرة. انا عرفت انك رفضتي الجواز من الامبراطور ديكلوديانوس، وعارفة كمان انك بتفضلي الموت عن الاستسلام لرغبات اخويا الملك ديرتولت. لكن الشيء الغريب انك مش خايفة من غضب الملك، والاغرب انك ما خفتيش من رد فعل الامبراطور. انتي ما بتحسيش بالخوف؟ وقوفه جنبي يمنع عني الخوف، حمايته ليا تحسسني بالامان. هو مين؟ اللي حبيته وهبته نفسي. وده امير ولا وزير ولا ملك؟ ملك الملوك، تضحى بنفسه من اجلي، من اجلك، من اجلنا كلنا. اللي هو مين؟ يسوع المسيح مخلص العالم. مفيش واحدة عاقلة ترفض الثروة والحياة وكل متع الدنيا علشان تمشي ورا كلام أفاق اتصلب زي اللصوص وقطاع الطرق. تسمحي لي أسألك سؤال؟ اسأل. انتي هتموتي؟ طبعا كلنا هنموت. تفتكري في حياة بعد الموت؟ أكيد أكيد في حياة تانية. يا ترى هتقدري تاخدي معاكي الجاه والمال والثروه وكل متع الدنيا للحياه التانيه؟ انا ما فكرتش في الموضوع ده. هو في حد عاقل يفكر في لحظات هيعيشها على الارض وما يفكرش في الحياه الابديه اللي هيعيشها بعد الموت؟ بعد اذن جلاله الاميره، انا مضطر احرمك من الحديث معاها لو مطالبينها في القاعه الملكيه. انا جاي معاك. اسف طالبينها لوحدها. ايه ده مولاي؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ في انسان عاقل يعامل سيده محترمه بالطريقه دي؟ ما هو جلالتك اللي مش عاوز اسمع اعذار. فك الحبل من ايديها الاول وحسابي معاك هيكون عسير. اتفضل. امر مولاي. انا اسف على الطريقه اللي جابوك بيها هنا. أنا كان كل قصدي إن أنا أدعوكي للقصر علشان عايز أتكلم معاكي شوية. على العموم أنا بقدم اعتذاري. مفيش داعي للاعتذار. أنا مش هطول عليكي. الموضوع ببساطة إني معجب ببنتكم أرابسيما، وإعجابي ده ممكن يدفع لي الارتباط بيها، وطبعا ده حلم بتحلم بيه اي بنت في المملكه. الامبراطور ديقلديانوس سبق وعرض الجواز على ارابسيما ورفضت. بس اللي بيكلمك دلوقتي الملك ديرتولت مش ديقلديانوس. ارابسيما ما بترفضش الجواز من شخص معين لانها وهبت نفسها وحياتها لاسم الرب. انا متاكد ان ليكي تاثير قوي عليها. وما تنسيش حاجه، ان الامبراطور أصدر قرار بإعدامكم، لكن لو ساعدتيني ممكن ألاقي طريقة للعفو عنه. يا جلالة الملك، أنا عاوز أقول. أنا مش عايز أسمع حاجة، خلي كلامك معاها هي، وأنا في انتظار القرار النهائي. دخلوا أرابسيما. أمر مولاي. أنا آسف إن أقول لك إن رفضها معناه الإعدام ليها وليكم كلكم. سامحيني يا امي على العذاب اللي انا سببته لك. لا ما تبكيش، انا عايزه اشوفك قويه وشجاعه، وافتكري دايما انك عروس الرب يسوع، واللي ساعدنا لغايه دلوقتي هيحافظ علينا للنهايه. انت بتقولي لها ايه؟ بقول لها ما تتنازليش عن محبتك للرب من اجل متعه وقتيه ملهاش اي قيمه. انت بكلامك ده هتتسببي في عذابها. العذاب من اجل الرب نايم تتمنى اي مسيحيه مؤمنه. انت ازاي تتجرأي وتعلي صوتك وترد على جلاله الملك؟ امي تتشجعي يا سيدي، اوعي تستسلمي. انت يا امة العذبه مريم. خدوها من هنا، مش عايز اسمع صوتها. اقلدوها اسيبوها. صوت الرب. هو اللي هيحميكي.
أرجوك اسمع كلامي كويس وفهميه. أنت صعبانة عليا، العذاب اللي مستنيكي مش هتقدري تتحمليه. ربنا هيقويني. يقويكي؟ هيقويكي على ايه ولا ايه؟ على الجلد ولا الحرب؟ ولا انتي مش متخيلة انا اقدر اعمل فيكي ايه؟ انت تقدر تعذب الجسد لكن الروح مالكش سلطان عليها. انا اقدر اخدك بالقوة لكن انا عايزك تستسلمي برغبتك. تجري ورا مهم عمره ما هيتحقق. طب اشربي عشان نقدر نتفاهم. الموت عندي قهوه. الموت ده انت هتتمنيه لو غضبي زاد عن كده. قلت لك اشربي. نفسك من العذاب ولا مستعد اعوضك عن كل لحظه الم والا الرب عمي فلا اخشى ماذا يفعل بي الانسان. طب بصي لي بقى كويس وتاملي فيا بعينيك الجميله دي، فاهمه؟ دي اخر مره هتبص لاي حاجه بعينيك الجميلة دي. قلت ايه؟ انا شايفة قدامي باب الملكوت، مشتاقة لحضن الرب.
انا عايزك ترجع لها السجن بكره وتحاول معاها، يمكن بعد اللي حصل لها ده ترجع للي في دماغها وتسلم. مولاي ما اظنش انك بعد ما طفيت نور عليها انها ترجع. طول ما هي عايشه هتفضل الرغبه جوايا حيه، وهفضل احلم انها تجيني وترجع تحت رجليا. انت لسه فيك حل اللي بتعمليه ده؟ ما كفاك بقى. مبارك مبارك مبارك. انت بتقول ايه؟ اللي سمعت يا مولاي مفيش على جسمها يا اصل للتعذيب، مش قادر انظر نظرتها ليا وانا داخل عليها السجن. نظره؟ نظره ايه يا بني ادم انت يا عمي؟ ما بتشوفش فاهم يعني ايه ما بتشوفش؟ ما ده اللي هيجنني يا مولاي، كانت شايفاني زي ما انا شايفك قدامي كده يا مولاي. مولاي انا بقول ان احنا نبعد بعيد عنها. الغريبه يا مولاي انها ابتسمتني. لا دي ساحره، وساحره كبيره قوي يا مولاي، ممكن سحرها طنه، وانا صراحه بخاف من السحر يا مولاي. بلاش كلام فارغ، نزلها لي الساحه هي وكل اللي كانوا معاها. مولاي انا خادمك الامين ورئيس حرسك، انا بقول ننفذ فيها حكم الامبراطوره في اسرع وقت. ليه؟ مولاي الكلام ممكن يدمر ويتمطور على اللي عملته أرابسيما معاك يا مولاي، قصدي رفضها لأوامر مولاي ورغبته. مولاي أرابسيما كده كتبت نهايتها بإيديها يا مولاي. وفقا لأوامر الملك العظيم برطاد ملك أرمينيا، يتم تنفيذ حكم الإعدام على المدعوة أرابسيما وعلى كل من ساعدها لعدم إطاعتهم الأوامر الملكية، وذلك في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الموافق 7 نوفمبر لعام 301. اللي عنده القدرة على الحكم عنده برضو القدرة على العفو. قلت ايه؟ العفو انا بطلبه من رب المجد عشان يقبلني في ملكوته. انا هموتك ببطء، وهقطع لسانك ده اللي قال لي لا، وهقطع جسمك حتت، وهرميلي الطيور علشان تنهش في لحمك. انا بديلك الفرصه الاخيره وعايز اسمع ردك. نفذ حكمك بسرعه، انا مشتاقه لحضن الرب. انا مش عايزها تموت بسرعه، انا عايزها تتالم تتعذب تتقطع حتت. اشكرك يا رب سمحتلي اني اموت على اسم القدوس. بيحاول
لازم تموت. ايوه كان لازم تموت زي ما مات هيراقليتس. ايوه زي ما مات هيراقليتس. عارفه ليه؟ علشان تكون عبره لاي واحده تتحدى رغبه ملكيه. هيراقليتس مات وقتلته علشان ما سمعش الكلام وخسر المباراه، وأريبسيما قتلتها علشان ما سمعتش كلامي. ايوه ما سمعتش كلامي. ثم انا اديتها فرص كتيره قوي كتيره قوي، وكنت مستعد احقق لها اي رغبه هي عايزاها، لكن أريبسيما، أريبسيما، أنت ما متيش؟ أنت لسه عايشة؟ أريبسيما، أنت رحت فين يا أريبسيما؟ أريبسيما! أريبسيما! أريبسيما أريبسيما أريبسيما. شعوره بالذنب اللي ارتكب أفقده عقل وبقيت حياته من غير معنى. واضح ان استشهاد أريبسيما هيكون شمعة تنور الطريق لعدد كبير من النفوس الضيعة. أريبسيما! 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 أرجوك تساعده، الحمل مهزومة ملهاش أمل غير ان جوزها يتيم، أرجوك تشفيه. الشفاء من عند الرب، وزي ما انت شايفة انا سجين مش طبيب. كل اللي اقدر اعمله ان اصلي من اجله واطلب له الرحمة. اطلب من الهك انه يعفو عنه. تمسح ذنوبك. دموع مش هترجع اللي راح. انت مين؟ غريب في الدنيا، غايته وسعادته هداية النفوس الضالة. ابعدوا عني كلكم، سيبوني في اللي انا فيه. ندمان؟ لو الندم هيرجعها كنت هفضل ندمان عليها طول العمر. أريبسيما حيه ما ماتتش. حيه؟ ازاي؟ السيد المسيح بيقول من آمن بي ولو مات فسيحيا. بس انا امرت بإعدامها. دي ماتت قدام عينيا. الموت للجسد مش للروح. الروح لا حياة تانية في ملكوت الرب. روح هنطرده. بنطردني. لا، ذنوبك هي اللي بتطردك. نفسي ارتاح، نفسي ارتاح، ارتاح. عاوز ارتاح؟ آمن، من يؤمن يرى مجد الله. أنا ارتكبت ذنوب كتير كتير. إلهي يدعو الخطاة إلى التوبة. إلهك؟ أيوه
تقصد إله ربسيم؟ رب المجد اللي أرسل ابنه الوحيد من أجل خلاص البشرية. اطلب للرحمة أرجوك، أرجوك اطلب للرحمة. هو الرب الرحيم الذي يقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. خد بإيدي، آمن واعتمد فيكون لك الخلاص. ياه الخلاص. الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. وهكذا ستظل سير القديسين والأبرار نبراسا ينير لنا الطريق وهداية لكل نفس تتوق إلى الإيمان المقدس.